أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بالتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله بتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمضاعفة قيمة مخصصات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها 17,000 أسرة بحرينية ممن تصرف لها مستحقات الضمان الاجتماعي، ومضاعفة قيمة مخصص الإعاقة والذي يستفيد منه 12,000 من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتخصيص ميزانية لتنفيذ الأمرين الكريمين لسموه بمبلغ 5,500,000 دينار بحريني، وأن يتم صرف هذه الإعانات المضاعفة في منتصف شهر أبريل الحالي، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا في هذا الشأن أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باشرت تنفيذ أمر سمو رئيس الوزراء الموقر، وسيتم تحويل المبالغ المستحقة للمواطنين المستحقين لمساعدة الضمان الاجتماعي ومخصص الإعاقة في حساباتهم بتاريخ 15 من أبريل الجاري. وأوضح حميدان أنه سيتم تحويل مبلغ يصل إلى 3,000,000 دينار بحريني على الحسابات المصرفية للفئات التي حددها القانون رقم 18 لسنة 2008 بشأن الضمان الاجتماعي. وفيما يتعلق بمخصص الإعاقة، قال حميدان أنه سيتم مضاعفة مخصص الإعاقة إلى 200 دينار بمناسبة شهر رمضان، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة يبلغ 12,000 مواطن، وسيتم تحويل مبلغ يصل إلى 2,500,000 دينار بحريني على حساباتهم المصرفية لتغطية المخصص الشهري الاعتيادي والمخصص الإضافي.